مقهى الشعب من أقدم المقاهي الشعبية في مدينة السليمانية، إذ يعود تاريخه لأكثر من نصف قرن، ويعتبر مركزاً ثقافياً واجتماعياً وسياسياً في مدينة السليمانية، حيث بني المقهى عام 1950 في وسط المدينة. هذا المقهى يعود تاريخه الى عام 1950، واحنا كمؤسسه مام وبالتنسيق مع لجنه هندسيه مختصه بهذا المجال، قمنا بترميم واعاده تصميم هذا المقهى مثل ما تشوفونه اليوم انتم. وهذا المقهى يعتبر من ملاذ المثقفين والسياسيين في الوقت السابق، في الازمنه السابقه، ونحن يعني بدورنا في مؤسسه مام الانسانيه نحث وننوه على الحفاظ على التراث، ليس فقط في مدينة سليمانية لكن بقية المحافظات. تيخان الشعب هو تاريخ سليمانية، هو مكان أثري واجتماعي لمحافظة سليمانية وأيضا للشبان وشباب. وفي هذا التيخان طبعا ماكو فرق بين الولد والبنية، كل مرة أنا جاية هنا بها النسوان من يقعدون، هاي أول مرة في التيخان المريات النسوان أيضا يقعدون ويطلبون جاي. وطبعا نشوف السماء الأثرية اللي موجودة بها، خاصة ترميمها يعني بطابق أثري قديم وليس جديدة، فهاي يعطي فد يعني جمال أفضلية وأكثرية. أقدم مقهى شعبي وحضاري وثقافي في السليمانية، حيث هذا المقهى موجود من عام 1950، يعني أكثر من 70 سنة، وهذا ملتقى كل الشعراء والمثقفين والكتاب وحتى الطبقة الاعتيادية من الناس، يعني العامل كلهم يجون هنا يلتقون يستراحون.